نتائج هذه النسخة 18 لمناورات الأسد الأفريقي، نتابع التوضيحات عبد الرحمن مكاوي الخبير الأمني العسكري والاستراتيجي متحدثا من باريس. المناورات العسكرية الأسد الأفريقي حققت كل الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المسطرة لها. التداريب نجحت في تعزيز القدرات العسكرية للجيوش المشاركة وخاصة القوات المغربية والأمريكية والجيوش المشاركة وبحضور 20 وفد عسكري مراقب. التداريب كذلك قوت من التنسيق البيني بين هذه الجيوش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وكذلك حققت نجاحا باهرا في إدخال أساليب جديدة للسيطرة على التلوث والغبار النووي والبكتيرولوجي والجرثومي الذي قد يستعمل من طرف هذه التنظيمات. إضافة إلى هذا، التمارين حققت أهداف مهمة فيما يخص الإغاثة الإنسانية، حيث أقامت مستشفى ميداني جراحي كبير، دليل على أن هذه المناورات كانت لها قيمة مضافة بالنسبة للسكان. هذه المناورات ضخمة من برية وجوية وبحرية، شاركت فيه أسلحة متطورة، طائرات B-1 الأمريكية المقنبلة الضخمة، دبابات الأبراهامس الجديدة وطائرات F-16، إضافة إلى فرقاطات أمريكية جد متطورة إلى جانب الفرقاطات المغربية.